بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ. سبق أن تحدثنا في فقرة التعداد عن المبدأ الأساسي للتعداد وكذلك عن الترتيبات بدون تكرار. وفي هذا الجزء الثالث إن شاء الله سوف نتحدث عن الترتيبات بتكرار. لنأخذ النشاط. معطيات نشاط: يحتوي صندوق على 3 كرات حمراء وكرتين سوداوين. نسحب بالتتابع وبإحلال كرتين من الصندوق. أول سؤال: أنشئ شجرة الاختيارات. ثاني سؤال: ما هي عدد السحبات الممكنة؟ عندنا صندوق يحتوي على 3 كرات حمراء، 2 ديال الكرات سوداء. بالنسبة لشجرة الاختيارات، إذا في السحبة الأولى يمكن أن تكون إما سحبة أو كرة حمراء أو سوداء. السحبة الثانية، إذا شنو ممكن؟ أن ممكن ثاني تكون عندي كرة إما حمراء أو سوداء. إذا كانت الكرة حمراء، إذا حمراء حمراء، ولا تكون بالنسبة للكرة السحبة الثانية تكون سوداء. إذا السحبة الأولى حمراء والسحبة الثانية الكرة سوداء. غطيني أوج نوا. نشوفوا بالنسبة للسحبة الأولى عندنا الكرة سوداء، في السحبة الثانية تنغطيني كذلك إما حمراء أو سوداء. إذا عطاتنا كرة حمراء تكون عندنا سوداء حمراء. بالنسبة للسحبة الثانية كذلك عطاتنا سوداء، إذا غتكون نواغ نواغ. إذا عدد الإمكانيات، لاحظ عندي الإمكانية الأولى الثانية الثالثة، يعني عندي ربع ديال الإمكانيات. لاحظوا هنا عندي تكون في السحبة الأولى الكرة حمراء، السحبة الثانية الكرة سوداء. لاحظوا هنا عندي تكون في السحبة الأولى سوداء وهنا حمراء، هادو راه ماشي بحال بحال. دو البال بالنسبة لهنا الترتيب في هاد الفقرة، الترتيب مهم بزاف، دو البال بالنسبة لهنا. إذا عدد السحبات الممكنة هو، إذا عدد السحبات الممكنة، إذا قلنا السحبة الأولى يمكن الكرة تكون الأولى حمراء والثانية حمراء. إذا إلا كانت سحبة، شحال عندي من كرة حمراء في الصندوق؟ عندي 3 كرات حمراء، إذا 3. بالنسبة للكرة الثانية الإمكانيات عندي كذلك 3، لأنني كنسحب وكنرجع للصندوق. إذا تنشوف اللون ديال الكرة ثم رجعها إلى الصندوق. أو تكون الكرة الأولى حمراء، إذا 3 ديال الكرات يعني 3. بالنسبة أو سوداء، إذا عندي 2 ديال الكرات سوداء. ملي تكون عندي هنا أو، لاحظوا بالنسبة لنا ملي تكون عندي أو تندير زائد، لاحظوا أو تندير زائد. إذا أولى الكرة الثانية السحبة الأولى سوداء الثانية حمراء، إذا عطيني 2 كرات لأن عندي 2 هنايا سوداء. بالنسبة للكرات الحمراء عندي 3، كذلك بالنسبة للسحبة الأخيرة عندنا سوداء سوداء. إذا غتكون عندي بالنسبة للكرات شحال عندي من سوداء؟ بالنسبة للصندوق عندي 2 في 2، يعني عطيني 25 اللي هي 5 أس 2، 5 أس 2، 2 من بين 5 كرات. خاصية: إذا ليكن N و P عنصرين من N نجمة بحيث P أصغر من أو يساوي N. إذا عدد الترتيبات بتكرار أي بإرجاع لـ P عنصر من بين N عنصر هي N أس P. كيف ما لاحظنا بالنسبة للنشاط عندنا 5 ديال الكرات، يعني سحبنا 2 ديال الكرات من بين 5، يعني هي 5 أس 2. نأخذ تمرين. لتكن الأرقام التالية 1، 5، 8 كذلك 9 و4، كم من عدد من 3 أرقام مختلفة مثنى مثنى يمكن تكوينه انطلاقا من الأرقام السابقة؟ ما معنى مثنى مثنى هنايا؟ يعني خاص الأرقام يكونوا مختلفين بثلاثة، ما طالما ما تكونوش بحال بحال، إذا ما يمكنش نعود الرقم مرة ثانية أو مرة ثالثة. إذا عندنا بالنسبة عندنا 3 ديال الأعداد تتكون من 3 أرقام، إذا غادي يكون عندنا المئات العشرات والوحدات. إذا كم من إمكانية لدينا بالنسبة لتكوين رقم المئات؟ إذا عندي هنا 5 ديال الأرقام، إذا عندي 5 الإمكانيات. نشوفوا بالنسبة للعشرات.
إذا العشرات مادام قلنا يعني مختلفة، مثلا ما يمكنش يتعود شي رقم، إذا اختاريت رقم بشحال غتبقى عندي من إمكانية. كم من إمكانية هنا؟ غادي لاحظوا غادي يبقى عندنا 4 ديال الإمكانيات. شوف بالنسبة للوحدات كذلك غادي يبقى عندي، إذا قلنا الأرقام من هذا مختلف على هذا الرقم، دونك خديت جوج ديال الأرقام من بين 5، شحال بقى عندي من رقم؟ إذا غادي يبقى عندي 3 ديال الإمكانيات. إذا عدد الأعداد التي يمكن تكوينها هي 5 × 4 × 3 اللي هي 60 عدد. شوفوا بالنسبة للسؤال رقم 2، يعني كم من عدد من 3 أرقام ليست بالضرورة هنا ليست بالضرورة مختلفة، إذا يمكن تكوينه انطلاقا من الأرقام السابقة. إذا هنا ما يمكنش مثلا، إذا هنا ما عندناش بالضرورة أنهم مختلفين، إذا ممكن الرقم يتعاود مرة ويتعاود جوج ولا يتعاود 3 مرات. إذا غادي نشوفوا بالنسبة للمئات، إذا كم من إمكانية لدينا هنا بالنسبة للمئات؟ إذا عندي 5 ديال الأرقام، إذا عندي 5 الإمكانيات. بالنسبة للعشرات، إذا لاحظوا أن الرقم يعني ماشي بالضرورة يكونوا مختلفين، إذا ممكن كذلك الرقم يتعاود هنا ويتعاود بالنسبة للمئات ويتعاود كذلك بالنسبة للعشرات، إذا غادي يبقى عندي كذلك 5 إمكانيات. بالنسبة للوحدات نفس الشيء، غادي يبقى عندي 5 ديال الإمكانيات. إذا الأعداد التي يمكن تكوينها هي 5 × 5 × 5 اللي هي 5 أس 3. كما قلنا يعني باغيين 3 ديال الأرقام، إذا 3 من 5، إذا هي 5 أس 3 اللي تتساوي لنا 125.